السلام عليكم. عجبتني هذه الرحلة بزاف تاع التسلق، وإن شاء الله نعودوها في ولاية برج بعراني. عجبتنا الرياضة في التسلق والجبال، وإن شاء الله نعود نزيد مرة أخرى ونزيد نتسلق. الرياضة هذه مليحة، علاه؟ لأنه تكون حاجة طبيعية في الإنسان أنه يتسلق. ملي يكونوا صغار هكذا الإنسان يحب التسلق. شاركت معكم وعجبني الحيل. إن شاء الله شاركت في المراجعة. حيل نشكروا ليف دي استريك، ليف دي استريك النادي هذا اللي متعنا اليوم، تبارك الله وفيكم. إن شاء الله بركة يكونوا عندنا مبادرات كيما هذو، سورتو المناطق اللي نصنفهم رئيس الجمهورية مناطق الظل. إن شاء الله مزيد من المبادرات، وإن شاء الله النجاح للنادي تاعكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر مدير الشباب والرياضة على تنشيط هذا الملتقى، وكذلك نحن جمعية نشاطات شباب أحفاد المقراني دار شباب مجانا. يعني ما شاء الله قامت بنا الجمعية اف دي سي تراك، يعني مغامرات شيقة. بارك الله فيكم، فرحتوا الوليدات، الله إن شاء الله يفرحكم، ودمتم في خدمة الشباب والرياضة.